بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سيداتي اسمحوا لي ان انقل لحضراتكم الوصف التفصيلي للمباراة الهامة في البطولة العربية لكرة الطائرة للآنسات والمقامة في القاهرة بين فريق بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اوفياء الرياضه اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم بكل خير عشاق الكره الطائره واحباء قناه النادي الاهلي يسعدنا ان ننقل لحضراتكم اليوم الثالث من البطوله العربيه للسيدات الكره الطائره رقم 19 والمقامه على مجمع الصلاة باستاد القاهره بصاله رقم 2 ومباراة اليوم في اليوم الثالث أولى المباريات اللي بتجمع بين شباب 20 الصحافه السوداني ونادي المجمع البترولي الجزائري وطبعا الفرقتين بيدخلوا بقى المباراه والشباب السوداني في رصيده لا شيء بهزمته بالامس من نادي سبورتنج ثلاثه لا شيء والمجمع البترولي طبعا خسر في اليوم الأول من الصفاقسي 3-2 وطبعا كان راح امبارح فما لعبش اي مباريات. والاتنين عندهم هزيمه لكل واحد ويهم المجمع البترولي طبعا انه يكسب المباراه النهارده بفارق كبير عشان يدخل عنده امل كده على يوم الجمعه لما يلاعب النادي الاهلي المصري. بدانا المباراه وواحد لا شيء للمجمع البترولي بكرة كده من منتصف الشبكه وفي لمس شبك طبعا على حوائط الصد السودانيه وادي ارسال قوي في البدايه واستقبال جيد من السودان ولكن ضرب في الشبكه تاني من اللاعيبه رقم تسعه مرافق موسى الصافي. اثنين لا شيء للمجمع البترولي. احنا بقى هنتابع النتيجه كده مع بعض واحده واحده لغايه لما تظهر لنا بس على الشاشه. وادي ارسال تاني باستقبال خارج منطقه الهجوم 3 متر وكره كده مسقطه بدفاعات جيده لفريق الجزائر وتاني اسقاط ودفاعات كده باستماته من ليبرو الفريق السوداني امال عبد العزيز وترجع سهلة في ملعب الجزائر وتاني ضربة ساحقة قوية للاعب مركز أربعات من الجزائر اسمه جبار طبعا الأرقام بقى قاتمة شوية كده على ظهر تشيرتات الجزائر ولكن هنحاول مع حضراتكم نقربها إرسال تاني جزائري قوي واستقبال غير متقن وإعداد أي حاجة في مركز أربعة ولكن ظهر بالامس فرقة السودان بمستوي متواضع او مستوي غير طيب مع او ضد نادي سبورتنج المصري وهل النهارده بقى بتكتمل الرؤيه بالنسبه له انه جاي للمشاركه فقط ويعلي كده سقف الامال والطموحات بالنسبه لفرق السودان اللي كانت غايبه بقى لها فتره عن البطولات العربيه ولكن زي ما احنا شايفين الاداء من جانب واحد جانب الفريق المجمع البترولي السوداني الجزائري وضرب برضه ساحق اهو من مركز اربعه بيحقق بيها نقطه مباشره ضارب مركز اربعات زهره بن سالم أربعة لا شيء للجزائر وادي إرسال تاني مع كهينة شطوط إرسالها قوي جدا كهينة وبدأت بيه كده المباراة بخمسة لا شيء خمس إرسالات متواصلة من كهينة شطوط معد الفريق المجمع البترولي الجزائري وعلى الشاشة طبعا بقى أمال عبد العزيز لبرو فريق الصحافة السوداني وادي كهينة شطوط إرسال تاني قوي واستقبال كويس المره دي وترجع كده في مركز اربعه بضربه بقى الاولى من نوعها كده من فريق السودان في اللاين بدون حوائط صد وبدون تغطيات جيده من فريق الجزائر. واحد السودان اربعه خمسه الجزائر اسمحوا لي بقى هنقول على طول لقب البلد. ارسال في الشبكه بدون اي معنى. ينتقل الارسال لفريق الجزائر. المجمع البترولي الجزائري زهرة بن سالم ارسال قوي واستقبال جيد المره دي وتشد كده الكره في مركز اربعه ولكن دفاعات جيده لياسمين أدني وتاني بترجع الكره بسهوله قوي تخسرها ليبرو الفريق بعد ملامسه لحوائط الصد للشبكه وبنصل للتكنيكال تايم اوت 8-1 لفريق المجمع البترولي الجزائري. نخلينا دايما بقى فاكرين في البطوله العربيه ان اشترط تسجيل 12 لاعبه فقط وطبعا بتسجيل 12 لاعب من حقك انك تحط في ليبرو القانون بيقول ليبرو واحد وممكن تحط اثنين ليبرو وده طبعا بياخد من اللعيبه بقى البدلاء اللي عندك. وزي فرقه المجمع البترولي بنشوف عندها ليبرو واحد فرقه الصفاقيس التونسي عندها اثنين ليبرو نهى نرواوي ونهاد نرواوي رقم 16 و17 والاثنين اخوات وزي سبورتنج مسجله اثنين ليبرو زي ساره طارق رقم 6 وهدير محمد كمال رقم 14 الاهلي طبعا مسجل ليبرو واحد وهي مريم مصطفى محمد ودي طبعا بترجع بقى لحريه المدير الفني وبدايله واختياراته اللي بيختارها وطبعا هي بتبقى داخل الاطار او داخل القانون اللي بيتعمل بيه في البطوله. الليبرو بتاع المجمع البترولي طبعا سليمه حموش رقم واحد سليمه. وهنا زهره بن سالم ما زالت على الارسال. ثمانيه المجمع البترولي واحد الصحافه السوداني وترجع كده كوره اي حاجه في ملعب الجزائر وتتشد تاني في مركز اربعه وضربه ولكن تقلش من ايديها وتطلع خارج الملعب للاعيبه رقم 12 دلال مروه عصور اسمها مركب دلال دلال مروه. وبيرجع الارسال للسودان مع ايمان احمد شلال. 2 السودان 8 الجزائر. وادي ارسال ضايع من ايمان شلال هتابع مع حضراتكم كده اول باول النتيجه بتاعت اللقاء تسعة المجمع البترولي 2 السودان وادي ارسال سهل واستقبال غير متقن كره كده بترجع اي حاجه خارج حدود الملعب الجزائري وتتحسب بنقطه مباشره على السودان نتيجه طبعا الاستقبالات الخاطئه المتتاليه في فريق السودان زي ما احنا شايفين في الاعاده كان شارك طبعا فريق المجمع البترولي الجزائري في النسخه السابقه في البطوله رقم 18 وفاز في كل مبارياته ولكن طبعا جه امام النادي الاهلي بقى نادي القرن واتهزم في النهائي 3 لا شيء بنتيجه 25 17 25 18 25 16 وطبعا ما تجاوزش حاجز ال في البطوله السابقه وهو بقى امل انه يفوز بمباراه سهله زي اللي قدامنا اليوم وخلص هو مباراته الصعبه مع الصفاقسي وقدر انه ياخد منه صوتين وده كان دخله في الاداء بدري ولكن طبعا بقى مباراه السودان ومباراه سبورتنج بالنسبه له هتكون اقل وطاه من مباراه الاهلي هيحشد اكيد المدرب المخضرم ياسين جولي ومراد معلاوي وحكيمه بالحسين هيحشدوا كل قوتهم لمباراه الاهلي يوم الجمعه لان هي مباراه الامل بالنسبه لهم بفوزهم باي نتيجه على الاهلي هيدخلوا في مصاف الفرق بقى اللي هتتحدد اذا كانت مركز اول او ثاني او ثالث وطبعا كلنا بنعمل ان الاهلي ياخد المباراه ليوم الجمعه بماخذ الجد ويستعد ليها جيدا وطبعا كلنا ثقه في الجهاز الفني بقياده الكابتن حمدي الصافي واللاعبين طبعا وادائهم اللي كان مثالي بالامس وحققوا نتيجه ايجابيه طيبه جدا برده بدون تجاوز حاجز ال 20 نقطه لفريق الصفاقسي. مباراه بالنسبه لنا او قدامنا ممكن مش هتكون ممتعه للساده المشاهدين ما فيهاش فنيات كتير مباراه هتمشي على وتيره واحده او على آه سيمترية واحدة ولكن احنا هنحاول وادي بقى النتيجة بتظهر لنا هي 13 2 بتعكس لنا الاداء اللي احنا بنقوله ان فعلا المباراة مش هتمتعنا آه مهاريا آه او جماهيريا لان الفرقتين من خارج مصر والجمهور اللي حاضر ليها قليل جدا من الجالية السودانية او الجالية الجزائرية ولكن عايز اقول لكم ان فرقة الجزائر معاها مدرب قدير جدا ياسين جلولي ومراد معلاوي الاثنين ليهم خبره طويله مع المنتخبات الجزائريه وكانوا لاعبين دوليين اثناء ما كانوا بيلعبوا ونقلوا فعلا فرق الجزائر لنقله طيبه خلال المواسم السابقه وكان ليهم تواجد مع القاره الافريقيه او مع البطولات العربيه وبيحاولوا كده اثبات الوجود بقى السنه دي كمان بالمشاركه الثانيه على التوالي مع جيل ما اتغيرش فيه حد نفس الفرقه دي اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت كهينه شطوط وسليمه حموش وزينب بن حامد واسمه جبار وسلمى بالحسين زهره بن سالم جوهر عطوش نسرين مروان دلال مروه عاشور، ياسمين أدني، ليندا بوماج، عائشة مزمات، كلهم هم اللي كانوا موجودين بنفس الأسماء وبنفس أرقام التيشيرتات اللي كانوا موجودين في فريق المجمع البترولي الجزائري للنسخة السابقة. طبعًا الأداء مش مرضي بالنسبة لمعتصم محمد عبد القادر فريق السودان، ولكن أكيد هو راضي طبعًا بالنتائج لأنه جاي وسط العمالقة. داخل جمهوريه مصر العربيه وسط النادي الاهلي ونادي سبورتنج من مصر وانديه شمال افريقيا المميزه جدا في الكره الطايره سواء الصفاقسي التونسي او المجمع البترولي الجزائري وعارف انه بالنسبه له هيكون تمثيل مشرف وبيحاول يكتسب خبرات وبيحاول كده ينقل بقى للعيبة الصغيرين الموجودين في السودان سقف امال او سقف طموحات عشان يبنوا عليها الطموح بالنسبه للسنين القادمه طبعا كور زي ما احنا شايفينها كانت في الاعاده من منتصف الشبكه بسهوله جدا بترفعها معد الفريق رقم اثنين كهينه شطوط وبسهوله جدا اخذ بيها نقطه مباشره الجزائر ولكن ينتقل الارسال مره تانية لشاذ ابا بكر وتترفع في مركز اثنين للاعبي الجزائر الشوله اللي ضربت كره كده سهله قوي وبدون وجود تغطيات قويه وبترجع اسمى جبار على الارسال أسماء جبار صاحبة اليد اليسرى ضربت كرة كده كانت سهلة وفي اعتماد بقى على بعض ما بين سجدة محمد إبراهيم وآمال عبد العزيز نقاش وآدي استقبال خاطئ تماما من نقاش رقم 2 آمال نقاش وبنوصل للتكنيكال تايم أوت الثاني والنتيجة 16-3 طبعا بقول لكم بقول لحضراتكم النتيجة من الذاكرة هتجي لنا دلوقتي مخرجينا بقى هيجيبوا لنا الشاشه ونقدر نشوف النتيجه الفعليه. كانت بقى نتائج اليوم الاول طبعا للبطوله اللي بدات يوم الاحد 17/12 17 ديسمبر 2017 كان الصفاقسي فاز على المجمع البترولي الفرقه اللي قدامنا من الجزائر 3-2 بصعوبه طبعا وكان قدم فيها المجمع البترولي مباراه قويه جدا والاهلي المصري فاز على سبورتنج من اسكندريه المصري و3-0 في اليوم الاول اليوم الثاني كان الاهلي فوز مستحق وقوي جدا على الصفاقسي بثلاث اصوات مقابل لا شيء وسبورتنج فاز على الصحافه السوداني ثلاثه لا شيء دي المباراه التل المباراه الاولى في اليوم الثالث المباراه رقم خمسه واللي بتجمع ما بين بقى الصحافه السوداني والمجمع البترولي الجزائري اللي فيه سهوله كده في الاداء بالنسبه للمباراه وادي الكابتن بقى الحكم الدولي مروه محمود حسني بنت حكمنا القدير الكابتن محمود حسني من عيلة بقى كلها تحكيمية بحت يعني من الأب والأبناء إرسال مرة تانية مع أسمى جبار إرسال سهل وترجع كرة كده أكنها تمرينة لفريق الجزائر تمرينة سايد أوت يعني بنديلهم تشانس بول وهم يشغلوا نفسهم وأكيد المدرب محتفظ بالقوام الأساسي للفريق لهذا الهدف هدف ان هم يبقوا اتمرنوا تمرين الصبح ممكن تكون قويه شويه ودي هتبقى بالنسبه لهم تمرين خفيفه طبعا مش تقليل من قيمه فرقه السودان اللي قلنا ان هي جايه طبعا وسط عمالقه فاكيد ليها هدف والهدف بتاعها مش المشاركه بس اكيد هو الهدف بناء سقف اكبر للجيل اللي قادم من السودان وادي هنا بقى بكهينه شطوط كده بكور خادعه بتحاول تلعب بجديه كهينه هي وزميلاتها اثباتا للوجود وادخال روح الرهبه بقى في الفرق اللي لسه ما قابلتهاش زي فرقه سبورتنج وفرقه الاهلي ادي ارسال تاني من أسماء جبار مع استقبال برضو متواضع وكره كده ما بترجعش حتى لفريق الجزائر بدا هنا بقى خلاص هو اخذ اللي هو عايزه من الشوط شارك الناس عمل فريق سكور كبير قوي فعمل تغييرة مزدوجه كده بنزول ضاربه على الشبكه ورجوع المعده في الخط الخلفي وطبعا هو هدفها مش خططي او تكتيكي لان هو كاسب بفارق مكسب كبير او تقدم في النقاط كبير ولكن هو هدفه إشراك باقي اللاعبين في مباراه سهله الى حد ما بالنسبه له ومباراه أكد فيها زعامته من الشوط الاول وطبعا عدم رضا واضح على معتصم محمد عبد الجبار عبد القادر الله يكون في عونه وطبعا احنا عارفين ان قد ايه هو المعاناه بقى اللي هيتحملها نتيجه هزيمته بالامس وهزيمته النهارده وطبعا زي ما قلت لحضراتكم لو هو محدد لنفسه هدف المنافسه طبعا هو هدف بعيد جدا عن المستويات اللي موجوده في البطوله العربيه حتى الان ولكن اكيد هو ليه اهداف تانية ولازم يخرج من البطوله محقق اهدافه والا طبعا هيعتبر في خساره كبيره لمشاركه فريق السودان وطبعا احنا كلنا بنجمع بقى شمل العرب على ارض مصر ووسط جمهور مصر الحبيب وبتنقلها لنا قناه الاهلي المتميزه جدا وكانت طبعا نقلت اليوم الاول والثاني وكانت اللقاءات بحراره عاليه جدا والناس كلها استمتعت بلقاءات وبالاخص لقاء الاهلي والصفاقسي بالامس اللي كان لقاء فعلا نهائي مبكر وما نستقلش طبعا بقوة فريق المجمع البترولي وهذه كرة كده هي كل فترة تظهر لنا بيها فرقة السودان تضرب كرة بنقطة مباشرة وعدم تمركز جيد لحوائط الصد الجزائرية وطبعا المعد هنا رقم 17 المعد الثاني اللي كنا قلنا انه بيشارك باثنين ليبروهات لبروهات سوري عفوا اثنين لبروهات من فرقه المجمع البترولي والليبرو الثاني ما قدرش ان هو ياخد كورته كرة سهله كده بتتنقل من الجزائر بسهوله جدا زهره بن سالم بتضرب كورتها وادي اللي كانت على الشاشه ياسمين ادني لاعبه مميزه ياسمين وطويله القامه عندها متر 77 طول و42 بطوله مختلفه مع نادي المجمع البترولي الجزائري ومنتخب الجزائر وهنا بقى المدرب ياسين جلولي لقى المباراه خلاص في الشوط الاول رايح ناحيه الجزائر بفارق كبير جدا عن اللقاء وادي هنا بتضرب كرة كده اللاعيبه رقم اربعه ايمان احمد شلال وانتهاء الشوط الاول نتيجه 25/4 طبعا نتيجه كبيره قوي بالنسبه للجزائر وادي هنا وهي بتلمس كورتها ضربت فعلا الشبكه ما تجاوزش زمن الصوت الاول 10 دقائق طبعا المباراه بتهيالي هتاخد رتم بقى السرعه وهنجهز بدري بدري كده 25 5 زي ما قلنا لحضراتكم وهنجهز بدري بدري للمباراه القادمه اللي هي بتحدد الى حد ما سبورتنج هيدخل في المثلث او الحصول على احد المراكز الثلاثه ولا هيبعد شويه بقى بملاقاته كده لنادي الصفاقسي اللي قدم عرض امبارح امام النادي الاهلي كان عرض قوي جدا ولكن بتفوق وزعامة النادي الاهلي طبعا متصدر القارة الافريقيه والبطولات العربيه قدر يحقق مكسب مش هنقول عليه سهل ولكن هو كان سهل ممتنع وباداره حكيمه وبقياده واثقه كده من الكابتن حمدي الصافي والجهاز المعاون الكابتن ياسر صلاح قدروا ازاي يديروا المباراه وفعلا كان في اطاعه كده للتعليمات اللي كانت بتتقال للاعبين وتنفيذ للتعليمات طبعا لاعبي لاعبات كلهم داخل النادي الاهلي بيتعاملوا معامله المحترفين ولازم اللاعب يتعود على اطاعه تعليمات مدربه ووصلت النتيجه امبارح ان يفوز على الصفاقسي الفريق القوي جدا ثلاثه لا شيء وطبعا هيكمل بقى ان شاء الله الاهلي هو راحه النهارده وفي غدا راحه لكل الفرق هيكمل كده مباراة يوم الخميس مباراه سهله هتبقى مع الصحافه السوداني وهيتبقى له مباراه بس مع المجمع البترولي يوم الجمعه وهي مباراه التتويج ان شاء الله وكلنا كده نناشد جماهير بقى النادي الاهلي اللي مش محتاجه مننا ان احنا ندعوها لانها بتيجي خلف كافه فرق الاهلي وبتدعمه طبعا بتشجيعها المثالي جدا اللي شفناه امبارح واللي كان عنصر ايجابي جدا والعنصر الاول اللي اثر على معنويات فريق الصفاقسي بالاحباط او بالسلب وطبعا رفع من معنويات لاعبات النادي الاهلي وجعلهم قد المسؤوليه وادي بقى كانت إعداد كده لياسمين اودني رقم 13 اللي قلنا عليها لعبة مميزه من منتصف الشبكه وحتى الاسقاط اللي بيتم من خلف الحوائط الصد او من المنطقه الخلفيه بينزل بدون تغطيه ما عندهمش يمكن جمل دفاعيه او هجوميه فرقه السودان ولكن طبعا زي ما قلنا بنرفع عليهم القبعه احتراما لاهدافهم اللي جايين عشانها وهي اهداف مشاركه العرب جمعهم وفي نفس الوقت هدف هو بناء جسر او بناء سد يرتقي به الفرق الموجوده داخل السودان الشقيق أسمى جبار رقم ستة من الجزائر هي لاعبة صاحبة اليد اليسرى الموجودة في الجزائر ولاعبة مميزة بالمنتخب الجزائري مواليد 95 عندها متر سبعة وسبعين طول ولعبت عشر بطولات سواء مع ناديها أو مع المنتخب وهذه الكاميرا متسلطة عليها طبعا لأهمية اللاعبة داخل صفوف فريقها وكل اللاعبات اللي مشاركين مع المجمع البترولي ليهم عدد من البطولات الدولية اللي شاركوا فيها سواء مع المنتخبات الوطنية الجزائرية أو مع المجمع البترولي هنقولها كده سريعا سليمة حموش رقم واحد عندها 58 بطولة وده اكبر عدد من البطولات داخل المجمع البترولي وكهينة شطوط رقم سبعة عندها 37 رقم 2 وزينب بن حامد عندها 20 بطولة اسمى جبار رقم 6 هي لاعبة واعدة مواليد 95 عندها 10 بطولات وسارة بيل حسين مواليد 94 عندها 37 بطولة وبنرجع كده للقاء معلش سريعا ونكمل باقي الحصر لفرق البطوله وطبعا هو هنا المدرب الجزائري ابقى على المعد البديل رقم ثلاثه زينب بن حامد داخل الملعب وادي هنا كرة كده من مركز أربعة تترفع لشطوط شطوط وأسمى جبار بتضربها قوي جدا وآدي كرة تانية فيها رالي أو فيها سجال بين الفرقتين وكرة كده تترفع خارج الملعب تضربها بريست إيديها أسمى جبار وترجع تاني للمعد البديل وترفع كرة برضه في مركز اتنين ولكنها غير متقنة فتضطر لاعبي الجزائر يحطوا الكره في الملعب وكره فيها طرايه هي ولكن ما فيه صعوبه في الاداء خالص اداء سهل واجتهاد من فرقه السودان وكره جيم بول بتحسبها الحكم الاول مروه محمود حسني ارسال مع الوزب كده من فريق السودان يطلع خارج الملعب لمرافق موسى طبعا زميلاتها بقى بيشجعوها كده لما الارسال ضاع وادي كره سهله تاني بيستقبلها ليبرو الفريق الجزائري وضربه قويه من مركز اربعه في اللاين بتحقق نقطه مباشره لفريق الجزائر عن طريق اللاعبه رقم ثلاثه زينب بن حامد في سهولة في الأداء للفريق الجزائري وطبعا هو مش هيبان بقى علامات الرضا أو عدم الرضا بالنسبة للمدرب الجزائري نظرا لسهولة الأداء أو المباراة بالنسبة له وزهرة بن سالم هو إرسال قوي بتاخد بيه نقاط سهلة و متتالية كده من فريق السوداني الصحافة السوداني إرسالاتهم مميزة إلى حد ما مش لضعف الاستقبال في السودان ولكن فريق المجمع البترولي كان ظهر برضو في مباراة الأهلي النهائية لموسم آآ آآ 2016 في النسخة رقم 18 للبطولة العربية وكان إرسالاته مؤثرة ولكن طبعا خبرات بقى النادي الأهلي قدر يتعامل إزاي مع الإرسالات دي وهنا كده الإعداد غير متقن إلى حد ما من المعد البديل اللي نزلت فيه فرقه الجزائر وكره من منتصف الشبكه ودفاعات في محاوله لدفاعات قويه وكره رالي لكن تتحسم في الاخر لفريق السودان زي ما احنا شايفين اهو بتتاخد ببلوك سهل خالص ما بيكونش ليها متابعه موجوده هنا كده في تغيير في رقم الليبرو لابس رقم 17 من المجمع البترولي الجزائري لكن طبعا السكور شيت اللي جاي عندنا آه ان الليبرو لابس رقم 14 ليندا بويماج او آه رقم واحد سليمه حموش واللي انا شايفه دلوقتي هي لاعبه رقم 17 هنتاكد من صحه اسمها وارسال ضايع من ايمان احمد شلال نسرين مروان على الارسال سبع بطولات دوليه نسرين ولاعيبه عمرها مواليد 95 وكره كده سهله بتنزل في ملعب الجزائر لكن في متابعه جيده ومحاوله للاسقاط فعلا من مزمات عائشه مزمات رقم 15 وبتنجح انها تاخد النقطه مباشره لفرق الخبرات طبعا بينها وبين سنتر البلوك السوداني ايمان احمد شلال تاني نسرين مروان على الارسال ارسال سهل مع استقبال جيد وادي كره من منتصف الشبكه ليه شلال ولكن حائط صد جيد وتاني بتضرب كره من مركز اربعه اللاعيبه رقم ثلاثه البديله زينب بن حامد وبتاخد بيها نقطه مباشره وزي ما قلت لحضراتكم وبكررها تاني مفيش فنيات واضحه قوي داخل الملعب نقدر نقول عليها او نعلم بيها اصحاب المستويات العاليه ولكن يقدر ولادنا بقى المبتدئين اللي بيشاهدوا كده يعني ايه كره طايره يعني ايه يمارسوها ازاي يستقبلوا ازاي يضربوا كرتهم ازاي يعد الكره ازاي يعمل دفاع الكلام ده كله ممكن نقعد كده مع ولادنا بقى المبتدئين في الكره الطايره ونعلمهم القواعد ديت لان المباراه سهله وواضحه بالنسبه للجميع وهتفيد اكيد المبتدئين اكتر من المحترفين في الكره الطائره مدرب السودان شباب 20 الصحافه السوداني والنتيجه 8 3 بيعنف لعبته ولكن طبعا هم مش بيعنفهم على النتيجه هو بيعنفهم على الاداء لان كان لازم الاداء يبقى متطور اكتر من كده وفي كرات سهله قوي بتقع من فرقه السودان ملهاش اي معنى زي الكره الاولى في الاستقبال من ارسال سهل او كره جايه تشانس بول او كره سهله يعني او كره داخله ملعب السودان بسهوله جدا كل الكلام دوت المفروض يبقى فيه بيزك كده او قاعده اساسيه يتبني عليها اعمال فريق زي الفريق السوداني ومشاركته ولازم عشان كمان الجيل اللي بيتفرج عليه من السودان يشوف قد ايه الجيل دوت ممكن يتعب عشان يوصل هدف للاعبيه الصغيرين في السن وادي بقى ارتياح على اوجه كده لاعبات الجزائر اللاعبه عائشه مزمات رقم 15 مش لاقي اي صعوبه خالص على الشبكه وهي سنتر بلوك اساسي طبعا مع الفريق الجزائري والارسال القوي من نسرين مروان اللي حتى لو لعبته ارسال عالي بتلاقي برضو ما فيش صعوبه خالص من ارجاع الكره بسهوله من فريق السودان. ثمانيه المجمع البترولي ثلاثه الصحافة السوداني وادي استقبال جيد المرة دي وتعكس كده كرة في مركز اتنين ولكن طبعا بقى حواط الصد بترد الكورة كده بسهولة قوي وادي كرة ما بين المعد البديل جوهر عطوش وعائشة مزمات رقم 15 من فريق الجزائر ما بتلاقيش اي صعوبة في ان هي تلتش الكرة او تضرب الكرة برست ايديها وطبعا هنا بقى في راحه كده للمدربين الاثنين قعدوا خالص ما مش واقفين على برقيتهم. وده طبعا قانونا وما يمنعش خالص مش لازم او مش شرط اساسي يبقى المدرب او المدير الفني واقف طول المباراه بيسمح له القانون ان هو يرجع يرتاح على الكرسي بتاعه او يقعد طول المباراه مش فارقه كتير بالنسبه له او بالنسبه للقانون. ما زال لسه الارسال مع نسرين. ارسال نسرين بتبدا توجهه كده وتوجهه وتنوعه على مراكز الملعب وادي دفاعات من جوهر عطوس وتتضرب الكره ولكن خارج الملعب بسهوله وعائشه بقى زي ما تكون زعلانه ان الكره ما اترفعت لهاش المره دي هي كانت عامله كره كده رفعها بمهاره الاعداد من اسفل او مهاره البجر وبتعاتب على زميلتها بنظره كده قاسيه شويه عائشه مزمات ان كرة ضربت خارج الملعب ادي فعلا قدامنا هي على الشاشه عائشه وتغيير حاصل في فريق السودان خارجه شذا بكر رقم ثلاثه وبنت بقى المنصوره الحكم الثاني القديره الدوليه اللي بتدير اللقاء مع الحكم الاول الكابتن مروه طقم مصري خالص بيجير المباراه النهارده واللي المفترض ان كل فريق بيبقى معاه حكم مرافق داخل البطوله وبيدير هم الحكام المرافقين دول مجريات البطوله من بدايتها لنهايتها وزي ما احنا عارفين فرقه سبورتنج مشتركه من مصر والحكم المرافق اللي معاها الكابتن مروه محمود حسني وفرقة الأهلي المصري طبعا برضو مشترك والمفروض أن معاه حكم مرافق وهي منى مكاوي زائد الحكام بقى اللي بيعينهم الاتحاد العربي برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي وبالبطولة أنا ذاك أو في ذلك الوقت كابتن جعفر علي كورة سهلة إيه وحتى البليسنج اللي بتحط بسهولة جدا ولكن ينزل مباشر في ملعب الجزائر زي ما شايفينه في الاعادة بتحاول كده السودان تعدل من نتيجتها وطبعا المباراة بقى منيمانة معاها شوية مش قادر اطلع لكم منها اي فنيات عاليه ولكن كلها بتمشي على وتيره واحده ارسالات قويه مع استقبال متواضع من فريق السودان بيكون نتيجته بيرجع كره سهله لملعب الجزائر يتم التشكيل منها بقى اما من منتصف الشبكه عن طريق عائشه مزمات رقم 15 بتضرب كور سريعه ما بين الكور او المقفوله على المعد والكور البي مفتوحه شويه عن المعد و او تترفع في مركز اربعه بتتدرب بسهوله جدا من اسماء جبار رقم سته اللاعبه صاحبه اليد اليسرى بتحقق بيها نتائج مباشره على طول او من جوهر عطوش رقم تسعه بتحط كور سهله في ملعب الفريق السوداني. ادي زي ما احنا شايفين هتيجي كره سهله بتيجي في حواط الصد وتستقبلها ليبرو الفريق وتاني بنقطه مباشره وادي السيناريو اللي كنا بنحكي عليه ليندا بيوماز تستقبل كره سهله ليبرو فريق الجزائر آه يتم اعدادها عن طريق جوهر عطوش وتتدرب بسهوله جدا وسوق تمركز لليبرو آه الفريق السوداني امال عبد العزيز بتيجي بنقطه مباشره وادي كمان سوء استقبال وكور برضو بتتدرب خارج الملعب بتسهل اكتر من مهمه الفريق الجزائري بدا بقى يريح الصفوف بتاعته اللعبه رقم 13 طبعا ياسمين ادني عندها بقى لقاء قوي جدا مع الاهل المصري يوم الجمعه ولكن طبعا هو مش من النهارده للجمعه ولا حاجه ده بيتمرنوا تمرين الصبح وبيلعبوا مباراه فطبعا هي واخده اكيد لود يوصلها للمباراه بكفاءه وطبعا بيبقى المدربين بقى معاهم القياسات والاحمال بتاعتهم وعارفين كل لاعب يشتغل ازاي اثناء البطوله وقبل البطوله وحتى كمان بعد البطوله ايه الحاجه اللي يديها عشان يعمله له ريكفري او اعاده استشفاء وادي التكنيكال تايم اوت الثاني واصلين فيه 16 4 يعتبر مقارب للنتيجه بتاعت الشوط الاول كان برده 16 3 ارسال من اسمى جبار مع استقبال غير متقن وترجع الكره كده من ليبرو الفريق بقى يتعملق ويلبس رداء العمالقه ويضرب الكره وهو واقف على الارض وكره هنا تشانس بول ده يمكن اللي غاضب بقى الكابتن معتصم محمد عبد عبد القادر الكور السهله اللي بتيجي لفرقته اهو فعلا عليه علامات الغضب اهو زي ما احنا شايفين الكور السهله بتيجي لفرقته وبيفشل في ارجاعها مره اخرى لملعب الفريق الجزائري المجمع البترولي وما زالت اسمى جبار على الارسال وما زال مسلسل الاستقبالات الغير جيده من فريق الصحافه السوداني وبدون رؤيه هنا بقى خطا كبير جدا من معد جوهر عطوش رقم تسعه رفعت الكره بدون ما تشوف مين اجهز حد ليها ورفعتها كده بآليه او بنمطيه وكان اللاعب الضارب من مركز اربعه رجع واتعرض كده ل الوقوع على الارض او السقوط على الارض وما شافتوش معده الفريق وتاني اهي بترفع العائشه مزمات كره عالية أكتر من اللازم ما تلحقهاش برضو وممكن بقى هل هيبقى عليها المدرب الجزائري ياسين جلوبلي ولا هيحافظ على آلية فرقته وينزل المعد التاني وبرضو كرة هنا بتترفع خارج الملعب تتاخد منها بلوك ثالث كرة على التوالي فيها خطأ شوية من الإعداد وتمركز الاعداد من وجهه نظري طبعا في اللقاءات السهله دي لازم الهدف الاساسي مش اني امرن البدلاء بس لا الهدف الاساسي ان احافظ على كيان او شكل او اللاعبين او اللاعبات ان هم يتعرضوا لا الله لاصابات فممكن الاعداد الخاطئ او اتجاهات الاعداد الخطا بدون رؤيه من المعد البديل اللي مش على نفس مستوى او كفاءه المعد الاساسي تعرض لاعباته للاصابه وكمان المستقبلين برضو لو من مركز أربعة نزل مستقبل غير جيد وتعمل كرة راي عالية جدا من أحد اللاعبات الأساسيات ممكن برضه تعرض لعبته للاصابه وعشان كده بنقول للمدربين طبعا لو حد بقى ما عندوش خبره لازم يعالج الامور دي بسرعه ولكن ما يسيبهاش تتمادى كده ولكن طبعا خبره بقى ياسين جلولي ومراد معلاوي وحكيمه بالحسين اكيد هتتدارج الخطا ده او الانهيار في المستوى اللي ممكن يحصل لفرقه الجزائر وطبعا فريق السودان مش مساعد خالص ان نشوف مباراه قويه ممتعه وادي هنا بيحاول بقى المدرب ينشط كده ويعمل تبديلاته وهيرجع تاني مرافق موسى الصافي اللي اه كان طلعها بره. وزينب بن حامد ارسال ضايع زي ما قلنا بقى هيبدا الكيرف بتاع الفريق اه اه ينحدر اه اه برغم سهولة المباراة ولكن اه لازم اه طبعا نحافظ على اه اه خط للفريق ما ينزلش عنه حتى لو كانت المباراة سهلة وده عشان انت في بطوله في منافسه لازم تحافظ بتوازن معقول على فرقتك ودي بتبقى مدارس او وجهات نظر في مدرب تاني بيخفض من المنحنى بتاع فرقته ولكن تخفيض المنحنى داخل البطوله مش دايما بيبقى صح وبيحتاج لخبره عاليه جدا واجهزه عاليه جدا وصاحبه كفاءه كبيره زي مثلا جهاز كده اللي شغال مع منتخب روسيا بنلاقي معاهم حوالي 13 مدرب وجهاز اثناء المباريات اربعه منهم قاعدين مع الفريق والباقي بيشتغلوا كده على النواحي النفسيه والخططيه والتكتيكيه والمهاريه والبدنيه للفريق وطبعا دي بقى بتبقى امكانيات دول وامكانيات كبيره جدا بنامل طبعا انها تتوفر هنا في ظل بقى قياده الاتحاد المصري الجديد بقياده كده الاستاذ المهندس الكابتن خالد ناصف سليم طبعا ابن بقى المرحوم ناصف سليم استاذنا الكبير ومعلمنا كلنا في علم الاداره والكره الطايره وطبعا معاه بقى جهاز معاون لسيادته كده بنحتاج منهم شغل كتير جدا وبنلقي على عاتقهم اعباء والتزامات الكره الطائره المصريه والكابتن طبعا عبد الحميد الوسيمي المحاضر الدولي بقى المعروف اللي مش هيتوانى لحظة هو ومجموعة القيادة اللي موجودة داخل الاتحاد سواء من المهندس ياسر أمر أو العقيد ياسين أمين أو العقيد محمد العميد محمد فرج أو الأستاذة هويدة مندي أو الكابتن هناء حمزة مدير البطوله طبعا والمدير التنفيذي الكابتن احمد عبد الدايم وبالاستعانه بالقدير بالمحاضر الدولي بمدرب المنتخبات صانع الابطال صانع جيل كامل ما زال هو اللي بيشرف الكره الطائره المصريه حتى الان كابتن شريف شميرلي والاستعانه به كمدير فني للمنتخبات القوميه للرجال وطبعا بخبراته بقى العاليه اللي اكتسبها بجهد وتعب وصعوبه عاليه جدا هيقدر بقى يعمل توليفه جديده من مدربين المنتخبات اللي على قدر عالي من الكفاءه والمعرفه. نرجع تاني لمباراتنا اللي زي ما قلنا ماشيه بسجال وبطريقه واحده، كرة بتيجي تشانس باص لفريق الجزائر، يتم اعدادها بطريقه جيده في منتصف شبكه او في مركز اربعه، وادي هنا المدرب بيحضر الدوران بتاع الشوط اللي جاي، طبعا 23/11 طلعت شويه فرقه السودان عن الخمس نقاط ولكن طبعا فارق كبير 23 11 يعني 12 نقطه مريحه جدا فرقه الجزائر حتى بالبدلاء اللي موجودين وادي هنا استقبال جيد واعداد منتصف الشبكه وكانت هتاخد منها بلوك طبعا ولكن اللاعيبه رقم 11 بتتميز كده بعقلانيه محدوده نسرين مروان اللي ضربت كره في ايد حائط الصد وكانت طبعا مخرجه ايديها بره فنزلت في ملعب السودان وادي الجاليه السودانيه طبعا ممكن ما اكونش راضيه عن الاداء ولكن هم راضيين عن المشاركه وراضيين عن وجودهم داخل بلدهم طبعا مصر ومشاركتهم داخل البطوله العربيه اللي كانوا غايبين عنها فتره طويله وبنقول لهم حمد لله على السلامه وشدوا حيلكم بقى قدامكم مجهود وتعب كبير وعارفين ان في مراكز تطوير في السودان تابعه للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بيقوم بيها طبعا بعقد بقى ندوات ومحاضرات لتطوير الكره الطائره السودانيه ومصر ليها اسهامات كبيره جدا فيها ومدربينا العظماء لهم باع طويل في المحاضرات والندوات اللي بتقوم في السودان وطبعا الاتحاد المصري بيقف كتفا بكتف مع الاتحاد السوداني وجميع الاتحادات الاشقاء العرب او الافارقه في مدهم بكافه المعلومات والتقنيات الحديثه بحكم طبعا مصر رائده في القاره الافريقيه ورائده على المستوى العربي. كرة كده في مركز أربعة بتنزل أدي أه بسهولة جدا وبتحاول ترجعها فرقة الجزائر بقت تلعب على الواقف تحس انك انت بقيت خلاص اتقلب المباراه لدوره رمضانيه كده وديه او حبيه ما بين اللاعبين بيقوم اهو بشكل او باداء متراخي او أه نعتبر عليه متوازن ما بين الفرقتين يمكن في تنبيهات شويه من مدرب فريق الجزائر بنلعب بالهاف باور او بنلعب بنص القوه او اقل كمان من نص القوه عشان ما نعرضش للاصابات طالما المباراه سهله بالنسبه لنا ودي مدرسه من المدارس اللي اتفق او اختلف معاها ولكن هي رؤيه جهاز فني ورؤيه مدرب بينهي الصوت بتاعه بنتيجه 25 11 لفريق الجزائر. واحنا بننتظر بقى لبداية الصوت الثالث في المباراة السهلة اللي قدامنا اللي انتهى الشوط الاول 25-5 والصوت الثاني 25-14 بنفكر حضراتكم كده بالبطولة رقم 18 اللي كانت برضو على مجمع الصلاة بجمهورية مصر العربية واللي فاز بيها النادي الأهلي على المجمع البترولي الجزائري اللي قدامنا بنفس هيكل الفريق اللي قدامنا طبعا فريق الأهلي تطور أكتر من السنة اللي فاتت وكان مع الاستوديو التحليلي مع كابتن هيثم عملاقين من عمالقة النادي الأهلي من جيل الوسط الكابتن وائل العايدي وهو مدير فني لفريق نادي طلائع الجيش وطبعا محقق بطوله بطوله مهمه جدا السنه اللي فاتت كانت دوري وكاس وطبعا الكابتن احمد ثابت من المدربين القدماء داخل النادي الاهلي ومطلع جيل كبير جدا من اللاعبين وعلى قدر عالي من الدرايه والخبره والمعرفه باجيال الناشئين وطبعا كان بقى كل حوارهم او كلامهم ان مباراه المجمع البترولي الجزائري مباراه سهله ولكنها لازم نهتم بيها بطريقه خاصه طبعا احنا كسبنا المجمع البترولي الجزائري بتكلم باسم النادي الاهلي طبعا لاني داخل قناه النادي الاهلي ويهمني قد ايه حفاظه على البطوله وتقديمها كده كمكافاه او كهديه تقدم للمجلس الاداره الجديد بقياده بقى المحبوب الكابتن محمود الخطيب وطبعا كان فاز الاهلي على المجمع البترولي في النهائي السنه اللي فاتت 3-0 بنتيجه 25-15 و25-18 و25 17 زي ما قلنا في البدايه وكان فاز كمان على الدفاع المغربي الممثل من المغرب والبحرين البحريني والمتين اللبناني ودي سال الاردني بنفس النتيجه ثلاثه لا شيء ومفيش فرقه تجاوزت حاجز ال 20 نقطه ويمكن ده هدف بقى محطوط للاهلي السنه دي مش بس الفوز بالبطوله لا الفوز بالبطوله بمستوى اعلى من السنه اللي فاتت وفي نفس الوقت فوز الاهلي بالامس على الصفاقسي انا واحد من الناس بعتبره فوز ببطولتين مش بطوله واحده بطولة العربية اللي احنا فيها واكيد البطولة الافريقية اللي هيكون فيها برضو الصفاقسي التونسي وحطينا قدامه خلاص حاجز نفسي مع النادي الاهلي وفاز عليه باقتدار ممكن اه يكون في عقر دار النادي الاهلي وفي جمهورية مصر العربية ولكن طبعا نتيجة 3-0 دي نتيجة بتبقى قاسية جدا على الفرق الابطال زي فريق الصفاقسي نرجع تاني لمباراتنا النهاردة اللي بتضم فريقين ممكن ما يكونش في بينهم توازن مهاري زي ما قلنا كتير في بداية الشوط الأول والتاني ولكن فريقين مختلفي الأهداف فريق شباب عشرين الصحافة السوداني قلنا أهدافه للي ما كانش قاعد قدام شاشات قناة الأهلي أهدافه جه البطولة ليشارك وترجع تاني السودان للبطولات العربية النسائية وهدفه الثاني بناء جيل داخل السودان يشوف فرقته ويحاول يسطر بقى لنفسه تاريخ في المستقبل ان شاء الله والهدف طبعا المناقض تماما لفريق المجمع البترولي الجزائري اللي شارك في البطولات العربيه وكان اخره من السنه اللي فاتت جاي من اجل بقى انه المركز الثاني السنه اللي فاتت عايز السنه دي كان يدخل في مصاف الفرق اللي تاخد المركز الاول ولكن طبعا العقبه او العثره اللي تعرض لها مع بداية البطولة من نادي الصفاقسي التونسي وخسارته 3-2 خلت بعيد شوية عنه المركز الأول وإن كان هيقابل بقى البطل أو نادي القرن النادي الأهلي في مباراة تجمعهم كده يوم الجمعة وطبعا لا نقبل بالمفاجآت وطبعا الشغل والتعب والجهد اللي باين على الفريق النادي الأهلي بيقربوا أكتر للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي نرجع تاني للقاء بتاعنا اللي زي ما قلت لحضراتكم بنحاول نفيد سيادتكم كده بمعلومه عن البطوله او معلومه عن استعدادات الفرق داخل البطوله ومش شايفين زي ما قلنا اي تقنيات او فنيات توضح للاعبينا المتميزين والمحترفين ايه اللي بيدور داخل ارضيه الملعب ولكن بننقل بقى للناشئين زي كرة زي دي كده دخل فيها الليبرو مع اللاعب رقم 12 دلال مروة عاشور الاثنين كان لازم يحصل ما بينهم آلية أو سيمترية كده يكلموا بعض فيها مع إنها كرة سهلة وأدي هنا يعني عدم تمركز كده جيد نتيجة طبعا ضعف الأداء أو ضعف المهارات الفنية للفرقتين وأدي هي كرة من منتصف الشبكة بإسقاط سهل جدا وزي ما قلت المباراة مش ممتعة وممكن بقى ننتظر حضراتكم كده في امل اللقاء طبعا اللي بنستناه انه يتجدد مع حضراتكم امام شاشه قناه الاهلي في مباراه سبورتنج و الصفاقسي التونسي بحكم ان الصفاقسي فريق بطل وبحكم ان سبورتنج فريق اول مشاركه ليه وعنده طموح هو ومدربه وجهازه الفني كابتن محمد صلاح وكابتن احمد صابر وعندهم طموح كده يحاولوا بقى يعملوا اكثر ما في جهدهم داخل البطوله العربيه ويتسطر لهم تاريخ لنادي سبورتنج من جديد وبجيل من اللاعبين او اللاعبات اللي بيضم ما بين جنباته الخبره زي اللاعبه سندس ومعد الفريق واللاعبه ساره من مركز اتنين وبين بقى الجيل الوسط زي ندى أورا والجيل الحديث والمتميز داخل نادي سبورتنج وطبعا كلنا تابعناه بالامس وتابعنا قد ايه ممكن يكون في عناصر كفاح واجتهاد داخل النادي زي لينا طارق وندى محمد صلاح وطبعا سلمى عصام اللاعبه المخضرمه رقم 8 ما ننسهاش في نادي سبورتنج بقالها فتره طويله ما شاء الله داخل ملعب نادي سبورتنج وهي كابتن الفريق وبتعرف ازاي تجيب النقط واللعيبه هدير محمد كمال وليلى محمد سالم وملك عمرو كل دول اسماء طبعا وهند نبيل من مركز تلاته وطبعا الف سلامه بقى على مي محمد الاصابه اللي جات لها في ركبتها وطبعا حرمتها من المشاركه في مباراه الامس ضد فريق السودان و كده من بعيد ولسه ما عندناش تاكيدات هل هي هتشارك النهارده ولا لا ولكن كان بالامس الكابتن محمد صلاح في محادثه كده تليفونيه قال ان هي هتبعد عن الملاعب بناء عن تعليمات الطبيب المعالج ليها لمدة يومين اللي هو أمس والنهاردة وعلى أمل أنها تلحق بمباريات يوم الخميس أو الجمعة وهنشوف بقى الدنيا فيها إيه بالنسبة لها كده لما تبدأ مباراتهم إن شاء الله مع الصفاقسي ما زال مسلسل آآ آآ الانهيار أو ضياع الإرسالات أو الاستقبال من فريق السودان مستمر وبسهولة بقى هنا كان بيختم كده المدرب الجزائري بلاعبيه او شبه اللاعبين الاساسيين بيرجعهم تاني لارضيه الملعب عشان ياخدوا احساس المكسب وده بيبقى مهم جدا انك تعرف ازاي تعامل فرقتك فنيا ونفسيا في نفس الوقت وتحسسهم قد ايه باهميتهم داخل اللقاءات وبدا يطلع حتى سنجل بلوك او يسيب بلوك منفرد او يسيب الشبكه خالص بدون حوائط صد وادي ارتياح على وجوه اللاعبات الجزائريات وطبعا بيحاول هنا هو بعين كده الغضب شويه يفهم اللعيبه ان المباراه بالنسبه له اه مهمه والفريق اللي قدامنا سهل ولكن لازم تثبتي على اداء معين وده لسان حال بقى مدرب السودان معتصم محمد عبد القادر اللي بينبه برضه لعبته ان الشكل والاداء يهمنا قوي ولازم تحتفظوا بادائكم داخل الملعب وان كانت النتيجه متقاربه الى حد ما في الشوط الثالث 8 الجزائر او المجمع البترولي الجزائري في التكنيكال تايم اوت الاول ثلاثه السودان ودي كانت نفس النتيجه اللي كانت موجوده في الصوت الاول يستأنف المباراة والصوت الثالث والإرسال مع عائشة مزمات لاعب مركز ثلاثة رقم 15 في فرقة الجزائر وأدي استقبال برضو خاطئ من فريق السودان بيسهل أول أداء على فرقة المجمع البترولي سونا تراك اختصار للمجمع البترولي وأدي تاني استقبال خارج الثلاثة متر الكرة هترجع سهلة في ملعب الجزائر ولكن خارج الملعب تماما. بيحاول كده يدور على بدائل بقى تنزل تشارك في المباراة. وبتحسب لهم طبعا مشاركاتهم في البطولة العربية رقم 19 التي أقيمت بجمهورية مصر العربية. بتبقى تاريخ للاعبات بصرف النظر عن أدائهم داخل البطولة إيه أو نتيجتهم اللي حققوها. وطبعا بنسيب بقى النتيجه والاداء للمتخصصين وادي كره كده بتترفع من ياسمين اضني رقم 13 ولكن طبعا بطريقه خاطئه وبنلاقي برضو عدم سرعه استجابه هنا من فريق السودان وبيخرجوا الكره خارج الملعب ارسال تاني مع مزمات عائشه مزمات استقبال سهل هيرجع تاني كرة سهلة ليه فرقة الجزائر ولكن استقبالها غير متقن وادي كرة بتتضرب اي حاجة كده في مركز واحد بتحقق برضو نقطة مباشرة انا معاكم طبعا ان فرقة السودان مهاراتها قليلة وعندها عيوب كتير مثلا في وقفة الاستقبال او الدفاع او في صعود حوات الصد ويمكن ده كله بيرجع للقدرات البدنية والذهنية اللي موجوده داخل الفريق، القدرات البدنيه طبعا متمثله في عناصر الطول الغير متوفره في فريق السودان، ما عندوش غير اثنين بس طوال ايمان احمد شلال رقم 4 متر 84 وسجده محمد ابراهيم رقم 5 متر 83، وعندهم لاعب بديله بتشارك او ما بتشاركش جواهر النيل عبد الله رقم 13 متر 83، يعني القدرات البدنيه في المتمثله في عنصر الطول غير متوفر آه نجد بقى القدرة على الوزب آه مش موجودة عند لاعبي الأطراف أو لاعبي السنتر آه الثبات المهاري أو الثبات الانفعالي اللي موجود عند لاعبيه طبعا نتيجة عدم الضغط اللي هم بيتعرضوا له آه في الـ 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 المباريات أو أن هم ما عندهمش هدف لتحقيق مكاسب كبيرة وطبعا عندهم الليبرو آه هنقول عليه مش عالي شوية ولكن بيحاولوا وبيكافح أمال عبد العزيز نقاش إحنا بس بنسرد لحضراتكم اللي قدامنا دلوقتي مش بنعيب على أحد أو بنعارض مع أحد ولكن زي ما أنتم شايفين لازم ننقل لكم الصورة بمنتهى الأمانة والمصداقية وده اللي عودنا عليه قناة النادي الأهلي إن لازم ننقل الأطراف كلها بحيادية وزي ما جايبين متخصصين في استديو التحليلي مع الكابتن هيثم وبيتكلموا عن المهارات وعن القدرات البدنيه والنفسيه للاعبات، ما ينفعش احنا نطلع في المباراه نقول حاجه غير الواقع او حاجه غير اللي بيحصل قدامنا لان طبعا الخبراء اللي هيحللوا المباراه بقى وهيجتهدوا كده مع الكابتن هيثم في فند او تفصيل المباراه لازم هيتطرقوا للنقط دي كلها وما ناخدهاش بقى بمأخذ الانتقاد وخلاص لا لازم نطور من نفسنا سواء بقى الشعب السوداني او الشعب المصري اي من الشعوب بننتقد اي حد لازم ياخد الامور كلها بجديه وبسلاسه وهي ديت سمه الرياضه فريق بيجتهد للمحاوله على الحفاظ للقمه وفريق اخر بيجتهد نفس الاجتهاد ولكن للصعود للقمه. فاضل مباراتين فريق السودان مباراة مع الأهلي المصري دي طبعا مباراة هتبقى من وجهة نظرنا المتواضعة جدا هتبقى مباراة وان سايد جيم بالنسبة للأهلي يعني مباراة من جانب واحد وأكيد هيديرها الكابتن حمدي الصافي إدارة مختلفة تماما لطبعا الشعب السوداني الشقيق واحترام اجتهاده وكفاحه نحو الدخول في مصاف الأشقاء العرب وطبعا فاضل له مباراة ايضا هو لعب امبارح مع سبورتنج والنهارده مع المجمع الجزائري والمباراه اللي فاضله له هتبقى آه قلنا مع الاهلي ومع الصفاقسي يعني مباراتين تقال جدا آه هيتكبد فيهم عناء آه 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 من وجهه نظر الشخصيه عناء الهزيمه ولكن طبعا لازم يخرج بايجابيات من البطوله واكيد الايجابيات دي في جعبته هو وعارف هو جاي بمنتخبه عشان يعمل ايه وعشان يحصد ايه وكل اللي احنا بنأمله بس ان نشوف السودان ان شاء الله معانا في منافسات قادمه سواء على مستوى الرجال او الانسات او السيدات ونشوفهم كده معانا في مصاف الدول المتقدمه وده املنا طبعا من الشعب السوداني واجتهاد بقى فرق السودان زي ما اجتهدوا كده في كره القدم وبقى ليهم اسم داخل القاره الافريقيه نادي المريخ السوداني وانديه كتير ليها دلوقتي باع داخل الانديه الافريقيه محتاجين بقى ان احنا ندخل كمان في الكره الطايره لعبتنا المحبوبه واللي بننقلها لكم دلوقتي عشان تشوفوا فرق الخبرات والامكانيات ما بين الشعوب وبعضها ونتعلم من القليل قد ايه هو بيصبر عشان يطلع للقمه ونتعلم من الكبير او من العملاق او من نادي القرن قد ايه هو برضه هيتعب عشان يحافظ على القمه اللي بيكون اصعب بكتير من الصعود وهو الحفاظ على المركز الأول خلاص المباراة تعتبر في نهايتها في المقطع الأخير ليها من الشوط الثالث واللعب زي ما احنا شايفينه برضو سجال ومازال كده بيتلعب الأداء من فريق المجمع الجزائري بسهولة ومحاولة كده للحاق بالكرة ناجحة من اللاعب رقم تسعة مرافق موسى وادي تاني من نص الشبكة بقى اللي استخدمه كتير قوي فرقة الجزائر في الشوط الثالث بيحاول كده يمرن فرقته على الكور اللي جاية من الكونتر اتاك تدرب سريع طبعا تجهيز بقى للمباراة الفاصلة مع النادي الاهلي ولكن بقى نقول له انت فين احنا عندنا سنات البلوكات ما شاء الله بيتميزوا بالطول والقوة البدنية والقدرات البدنيه والمهاريه العاليه جدا زي فريده العسقلاني و نور ياسين وطبعا المتألقة دائما والغائبة عن الفريق للتأهيل من الإصابة كابتن مريم متولي اللي بنضم صوتنا لصوت كل محبيها وعشقها في داخل النادي الأهلي ونقول لها رجعينا بقى بالسلامة فرقتك مستنياكي وزمايلك في الفريق كلهم أمل أنك تلعبي معاهم إن شاء الله باقي مباريات الدوري الممتاز أدي إرسال تاني واستقبال المرة دي على خط التلت كرة كده بترجع سهلة وتاخد ايدي البلوكات ما كانش لازم نصعد لها يا سارة بالحسين لعبة رقم سبعة طلعت بدري كده والكرة تاخد ايديها وادي فعلا بيعتب عليها مدربها وبيقول لها تعليماته ايه لكن هي طبعا واخده الامور بسهوله شويه تاني أسماء آه عفوا آه مناسك جمعه لعبة إرسال سهل المنطقة الخلفية كده تاخد إيد البلوكات وتنزل في ملعب السودان ولكن آه بيرجعوها بسهولة تاني للمجمع البترولي وكرة كده فيها إسقاط آه آه ممكن نقول عليه مخادع شوية ولكنه متواضع وهي واقفة على الأرض طبعا اللعبة رقم تسعة من الجزائر جوهر عطوش بتسقط الكرة كده بمهارة آه أصابعها آه بتخدع الكل وتنزل في ملعب السودان بسهولة جدا طبعاً بقى حييك يا كابتن معتصم عبد القادر بتبقى صعبة جداً يا جماعة على المدرب أنه يقف وفرقته مهزومة بالطريقة دي ولكن طبعاً حتى مهما كانت الأهداف بيبقى هو لو كان لعيب متميز أو هو شايف أنه مدرب متميز بيبقى صعب عليه قوي وممكن عدم جاهزيته بترجع لقرار المشاركة من الاتحاد وبيبقى هو مجهز طبعا قبل البطوله تفنيده كده او تقرير عن اللاعبات ومدى تطلعه ل هياخد ايه في البطوله دي او هيحقق ايه واكيد بقى بيحصل توافقات داخل مجالس ادارات الاتحادات المختلفه من الاهداف بقى ومجالس ادارات الانديه وطبعا لكل نادي هدفه ولكل اتحاد هدفه واحنا ما علينا الا في الاخر نشجع كل المشاركين ونتمنى كده ان البطولة في نسختها القادمة النسخة رقم 20 يبقى فيها أكتر من 15 أو 20 فريق عربي لتوحيد بقى العرب كلهم عن طريق الرياضة وادي كرة تاني ترجع سهلة ويستقبلها فريق الجزائر وبرست الايد كده لكن خارج الملعب كرة بتحاول تعملها وان ليج طبعا على استحياء كده بتحاول بس تدخل نفسها في الأداء شوية أو زي ما احنا شايفين ياسمين قضني مش متعودة عليها كتير هي ممكن تكون بتتمرن عليها ولكن ما بتعملهاش كتير في الملعب وهذه كرة تانية سهلة مع استقبال أو دفاعات جيدة المرة دي وضربة قوية ودفاعات جيدة أيضا كرة في منتصف الشبكة للمتألقة في مباراة الصفاقسي ياسمين قدني وهنشوفها بقى في مباراه الاهلي هتبقى عند نفس التالق ده ولا طبعا هيختلف الفرق مختلفه والضغوط هتبقى مختلفه كره كده سهله من منتصف الشبكة بيتم اسقاطها ومحاوله عليها لكن غير موفقه او غير ناجحه من جوهر عطوش وادي زينب بن حامد قامت هيبعد الكره جوهر عطوش جات الكره خطا في ايديها وزينب بن حامد حاولت تعمل عليها تراي ولكن برضه بطريقه غير متقنه بتحالي اذا كنا احنا بننقل بقى لحضراتكم الوصف اللي حاصل دلوقتي اثناء المباراه بيكون بقى الله يكون في عون الخبراء اللي معانا اللي هيحللوا المباراه هيحاولوا كده يطلعوا منها اكيد حاجات كتير احنا ما شفناهاش ولكن طبعا سهوله الفرق اللي قدامنا او سهوله المباراه هتحكم الاداء برده شويه وممكن بقى كابتن هيثم كده بادارته الحكيمه للقاء يقدر ياخد منهم اي معلومه تفيد فريق الاهلي اثناء لقائه مع المجمع البترولي وبالتالي ده هيبقى شغلهم الشاغل ازاي فنطوا المجمع البترولي مع العلم ان المدرب بتاعهم ما الفرصه وشارك لعبته الاساسيين بس ل 15 نقطه في الشوط الاول بعد كده سحب الاساسيين كلهم ولا احنا ولا السكاوتنج هيقدر يعمل عليهم حاجه لان طبعا مش باين الاداء الجماعي لفريق الجزائر اللي كان طبعا مختلف تماما في مباراه الصفاقسي وفرقه جماعيه من الدرجه الاولى عندها عناصر كتير مميزه ولكن في هرموني كده بينهم نظرا لان هم بقى فتره طويله مع بعض سواء بجهازهم الفني او بلاعباتهم مفيش فيهم اي تغيير فاكيد ما فهمش الثغرات هتكون ثغرات فرديه وهنحاول بقى كده مع الخبراء يجدوا كمان الثغرات الجماعيه بعد انتهاء المباراه اللي انتهت فعلا 25/8 وطبعا بقى انا مستني مع حضراتكم كده وعلى قناه الاهلي عشان نتابع مباراه سبورتنج المصري مع فريق الصفاقسي التونسي كلنا امل لسبورتنج ان شاء الله تحقق مباراه جيده وانتهاء المباراه دلوقتي هنرجع تاني لاستديو قناه النيل نشوف مع استاذ هيثم كده المباريات بقى هتسفر عن ايه بعد انتهاء مباراه السودان وبنستنى مباراه سبورتنج زي ما قلنا مع الصفاقسي كان معكم محدثكم عزب الشربجي على امل اللقاء ان يتجدد بكم بكل حب وكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته